ولدينا رامين رضيان اللاعب الايراني في الجهه اليمنى واحمد المنهالي في الجهه اليسرى. وهنا لدينا بطاقه حمراء اراها في يد عبد الرحمن الجاسم، ولم اصل الى لا اسم مهند ولا اسم تياغو، ولكن على ما يبدو انه حتى لمس للكره بالنسبه لمهند علي ميمي لن يكون حاضرا موجودا في هذه المباراه، ويبدو بان عبد الرحمن الجاسم سيشهر البطاقه. هذه افلام بروسلي يا مهند، هذه افلام بروسلي نراها كذلك. نعم يعني فان دام ما مات يا مهند علي منذ الثواني الاولى. مهند علي يتلقى البطاقة الحمراء ويغادر. ما ادري من عينه في المباراة، ما ادري من حط عينه في المباراة. وشلنا الولد ها من البداية، حتى اسمه قلنا انه تلقى. معليش يا مهند، ما هو ميسي من كم من يوم حصل، لكن في دقيقة 120 انت ما شاء الله بدري يا مهند. علي سيغادر ارضية الملعب. نعم كان تدخل يعني قصد من غير قصد بيني وبينكم، يعني بعيدا عن العاطفة بعيدا عن كل شيء، ها تدخل قاسي جدا بغض النظر ان كان يقصد او لا يقصد، لكن انتم عارفين الله يعزكم الحذاء والبراغي الموجوده في ركبهم. يعني للنعيمي سلامات، وين محمد؟ قام بالسلامه. معلش لكن الاثاره بدت، راح يشعللها. قال لك عاد الخميس، لكن ما يحتاج. انا ما بصب شيء، ما لا زيت